السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد البكري، صانع محتوى على اليوتيوب. هسه وقبل وبعد راح أظل أتكلم عن الهجرة واللجوء في أي دولة تستحق أو تعرف قيمة الإنسان. وأي شخص كان مظلوم في بلده أو محتاج مساعدة للهجرة واللجوء، أنا دائما أساعده بالمعلومات والإمكانيات اللي عندي، ولله في لله. يعني لا محتاج هدية من شخص ولا أريد كدو أو فلوس أو أي شيء، أنا في لله في لله أساعد. اليوم راح نتكلم عن جمعية إسلامية. الجمعية الإسلامية في لأول مرة أتكلم عليها باليوتيوب. هاي الجمعية موجودة في مدينة جليف أو كليف، مثل ما تريدين تقولوها، تلفظها باللغة الفرنسية أو بالإنجليزية أو باللغة العربية. هاي الجمعية الإسلامية في جليف موجودة في مدينة أو في العفو مقاطعة أونتاريو في كندا. أنت راح تسألني عن المصدر، شلون تأكدت هاي الجمعية الإسلامية هي تساعد عن الهجرة واللجوء وكفالة اللاجئ. راح أقول لك مصدري من موقع الأمم، العفو، من موقع الحكومة الكندية وموقع الأمم المتحدة، بس أنا راح أركز على الحكومة الكندية لأن أنا قاعد بكندا. من موقع الحكومة الكندية، هي كاتبة اسمها، مو أنا كتبت اسمها، جبتها من موقع الحكومة الكندية من المصدر حقيقي وموثق. جمعية إسلامية شنو شغلها أو شلون تساعد وشنو الشروط؟ أول شيء قبل ما أحكي عن الشروط والمساعدة وشلون تدخل، عندهم شيء محدد أساسي. كل واحد أو كل عائلة عندها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويمكن علاجه في كندا، فهاي الجمعية الإسلامية هي تساعدك وتكفلك وتسوي لك كل شيء حتى يجي ابنك هنا وأسرته، يعني أمه وأبوه وأخوته وياه، حتى يجي يتعالج داخل كندا. هاي أول نقطة، ما بيها لا جنسية لا عراقية لا سورية أو أي جنسية عربية. إذا كان صاحب الأسرة عنده ولد من أولاده أو أخو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيقدر يقدم على هالجمعية. إذا كان إلى علاج، فالجمعية هي تلتزم به بعلاجه داخل كندا. هاي أول شيء بالأساسي. شغلة ثانية بالجمعية، تساعد على الهجرة واللجوء داخل كندا. يعني جمعية هي حاملة لاتفاقية الكفالة، حاملة اتفاقية اللاجئين للكفالة ويا وزارة اللاجئين والهجرة الكندية. يعني هي مسوية اتفاقية ويا وزارة الهجرة واللاجئين الكندية. هاي الجمعية الإسلامية هي تكفل لاجئين ومهاجرين يجون يعيشون بكندا، بس لازم بشروط. نحكي بالشروط الأولية. أول شيء لازم تكون جنسيتك يمني، سوري، سوداني، ليبي، عراقي أو لبناني. هذول الجنسيات هم لهم الحق بالتقدم على طلب الكفالة أو كفالة اللجوء إلى كندا عن طريق هاي الجمعية. الشروط، أول شرط بيها يكون إذا كان رب الأسرة أو أحد أفراد الأسرة عليه خطر على حياته أو مهدد بالقتل بسبب سياسي، تجمع اجتماعي، تجمع ديني، فهو إلى الحق بالتقدم لطلب اللجوء هو وأسرته كاملة. أنت من تقدم على طلب اللجوء عند الحكومة الكندية، فإن الحكومة الكندية هي تتحمل تكاليفك، بس هي الجمعية الإسلامية نفس النظام الحكومة الكندية، بس الحكومة الكندية تقول أنا ما أتحمل التكاليف،
الجمعية الإسلامية تقول أنا أتحمل تكاليفها وأجيبها إلى كندا، بس أنتوا أنطوني الفيزا والإقامة الدائمية حتى يعيش ويشتغل في كندا. الشغلة الثانية، إذا كنت من عديمين الجنسية، يعني أنت عايش في بلدك الأم أو ولدت بي بس ما ينطق بي لا جواز سفر لا حق دراسة لا حق ورقة وثيقة لك أنه تثبت جنسيتك، فهذا أنت عايش ببلدك الأم تقدر تطلع منه، فإلك الحق بطلب اللجوء أو الكفالة اللجوء من هاي الجمعية الإسلامية. طبعا الجمعية الإسلامية أكو نقطة رح أشرحها همينة، هي جمعية غير ربحية بس في نفس الوقت تأخذ منك فلوس وما تأخذ منك فلوس، يعني إذا أنت تقدمت على طلب الكفالة بهاي الجمعية، كفالة شنو؟ كفالة لجوء أو لاجئ، وعندك أوراقك وإثباتاتك وحكيت لهم قصدك، هي راح تشتغل بأوراقك، هي راح تكمل أوراقك عند الحكومة الكندية، هي راح تسوي فيز، راح تقول لي إلا جواز سفر، راح أقول لك بدون جواز سفر تسوي لك وثيقة سفر من عند وزارة الهجرة، من وزارة اللاجئين والهجرة الكندية، تسوي لك وثيقة سفر عليها فيزا عليها اسمك عليها صورتك تقدر انت تسافر بيها. شغلة ثانية، ما تطلب منك ورقة الأمم المتحدة، يعني ما تقول لك جيب لي ورقة من الأمم المتحدة انه انت معترف بك كلاجئ، هاي همينة ما تطلبها منك. بس مثل ما قلت لك هي جمعية غير ربحية، ما تاخذ منك فلوس بالبداية. هي ايش راح تسوي؟ هي راح تجيبك الى كندا وتدخلك الكندا وتخليك تصرف عليك المدة 6 شهور، المدة 6 شهور هي الجمعية تصرف عليك من مسكن من مأكل من مشرب حتى 6 شهور، وبعدين لازم انت تشتغل، يعني هي الجمعية تجيبك تكمل أوراقك في كندا تكمل كل شيء، بس تنطيك 6 شهور فقط هي تكون مسؤولة عليك. ورا هاي 6 شهور انت هي طبعا راح تبحث لك عن عمل، راح تشوف لك شغل وراح تشغلك. انت خلال هاي 6 شهور لازم ورا 6 شهور تقول تقرر اني اريد اشتغل حتى اكمل حياتي وانا افراد اسرتي. طبعا اطفالك ببلاش دراستهم، عندهم رواتب من الحكومة الكندية، بس انت وزوجتك ما عندكم رواتب او ما يحق لكم رواتب من الحكومة الكندية الا بعد 2 سنين من وصولك الى كندا. كيفية الاتصال بهاي الجمعية انا راح اخلي لكم في اسفل الصفحة بصندوق الوصف الموقع الجمعي، تدخل عليه وتكتب لها، عندها طريقتين الاتصال بنا وعدها عن طريق الإيميل، وعدهم رقم تليفون وعنوانهم. إذا أنت عندك قريب أو صديق في مدينة أونتا في مقاطعة أونتاريو العفو تقدر يروح لهم ويتكلم وياهم على سببك، أو أنت تقدر تراسلهم على الإيميل أو تكتب لهم عن طريق التقديم الإلكتروني عندهم وتكلمهم وتطلب منهم أنا كذا كذا قصدي، أنا جنسيتي كذا وأريد كفالة اللجوء والسلام عليكم. ترى بسيطة وسهلة، بس انت فكر حتى تعرف شلون، والاهم من هذا كله التقديم بدون جواز. لا تنسى الاشتراك بالقناة، واريد منكم اللايك حتى تعززون القناة حتى نكبر، واستمر حتى لو ما خليتوا لي ترى لايك هم راح اضل استمر، وأتمنى لكم الخير والعافية للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.